طب خلينا اروح لماتش السوبر المصري اللي كان في الامارات، صح كده؟ صح. السوبر المصري كان اول احتكاك او اول مواجهه في السنه، صح؟ بينه وبين الزمالك، ولا كان في قبلها؟ كان في العاصمه. ايوه بس ده كان ماتش في الدوري. دوري. لا انا بتكلم على ماتش بطوله. ماتش البطوله ده كان ماتش في البحرين. الامارات. والامارات، انا اسف، الامارات. البحرين ده، البحرين ده كان باسكت. انما كان في الامارات، والماتش اللي قبليه في الدوري احنا فزنا. بالظبط. ويمكن لا دي صور الدوري دي يا جماعه، لا دي مش صور السوبر. ولعبنا الزمالك في اللي قبليها باسبوع كان تقريبا في العاصمه. بالظبط. العاصمه الاداريه وفزنا. بالظبط. كلمنا عن كواليس الماتش ده، فاكرين يوم الماتش ده كان ايه؟ لان ده كان اول بطوله بينه وبين الزمالك بقى، النادي المنافس ودايما اللي بيخش بيزاحمنا بكل البطولات. اكيد. فاكر كواليس الماتش ده ايه وانتم مسافرين من هنا؟ هو يعني احنا قعدنا هنا قبل ما نسافر. الماتش طبعا احنا دايما حاطين في بالنا اول حاجه ان ما ينفعش النادي، يعني زي ما قلت لحضرتك، ان مكانته تتهز، مش حتى تقل، يعني تتهز خالص. فاحنا يعني اكيد نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجه، بس احنا داخلين مع نفسنا برضو من الاول ان احنا مش هينقص مننا حاجه غير لو احنا فعلا ميتين. يعني احنا بنموت كده خلاص، نخرج بقى ميتين، ودي ساعتها بتاعت ربنا. لكن غير كده احنا ما شاء الله مفيش اي حاجه تنقص مننا، يعني ان شاء الله طبعا باراده ربنا. فكل واحد خارج من هنا. وكمان حاجه تانية ان الجهاز الفني مش بس احنا مهتمين بالبدنيا والاكل والحاجات دي كلها، واحنا كمان مهتمين بالمنتاليتي. يعني احنا ايه بقى زي ايه برضو يا محمود؟ في الموتيشن بنقعد كده الدكتور مثلا والجهاز الفني بيقعدوا معانا. طبعا الفيديوهات اللي بنعملها، اتفرج على الفيديوهات وبتتقطع ليكوا والفرقه الثانيه، غير الفرقه الثانيه كمان في الفيديوهات الحماسيه الموتيفيشن اللي بتتعمل قبل الماتشات. برافو. في مثلا ان انت قبل مثلا الماتش بيوم تخلي اللعيب مهيئ اعصاب، يعني الاعصاب بتاعته ان هو ما يبقاش مهزوز خالص، ما يبقاش حتى يعني عنده باور زياده. بتمرنوا على ده ازاي؟ قول لي تفاصيل، قول لي تفاصيل، بتعملوا ايه؟ هل مثلا بتقروا كتب معينه؟ في ناس يقول لك لا انا احب اقرا ليله الماتش، اقعد اقرا كتاب او اقرا حاجه عشان افصل خالص واخرج بره المود، او اعيش مع الكتاب يوديني في حته تانية. هل كنتوا بتعملوا مثلا قعدات انتوا مع بعض على العشاء، تقعدوا تتكلموا كل واحد يقول قصه بتاع، يعني كنتوا بتعملوا ايه؟ في طبعا اللي هو كل واحد ليه جنبه طبعا بياخده لوحده، ده دي بتبقى يعني الانسان مع نفسه، كل لعيب مع نفسه بيعرف مثلا حاجه بتشجعه او حاجه بتهديه. وفي في نفس الوقت التاني الجزء مثلا اللي هو بعد العشاء، كابتن ابراهيم المصري طبعا يعني لامم الفرقه بطريقه يعني فعلا. تتجمعوا بعد العشاء الوجبه الاخيره وتقعدوا تتكلموا مع بعض بطريقه جميله جدا. وبعد كده كمان قبل الماتش احنا بنقعد بقى مع الدكتور والجهاز الفني بيعملوا لنا فيديوهات حماسيه، غير طبعا الفيديوهات اللي بنتفرج عليها كاجهزه للماتش. ايوه في فيديوهات حماسيه، في ان مثلا فيديوهات زي بنعمل زي يوجا عشان فعلا نهدى اعصابنا خالص، نبقى نازلين مركزين. بس ان احنا نازلين مثلا اي ماتش احنا نازلين على المكسب وحاطين في ذهننا الحاجات اللي هتترتب بعد المكسب ده، وكل انسان هيكون فين وهيوصل لايه، والحاجه الحلوه لفرحه الجمهور وفرحه النادي في الاخر. ما شاء الله. طيب اروح معاك ليوم الحقيقه كان تقيل علينا ده، يعني يوم كان دمه تقيل قوي الصراحه، بعد الخساره الماتش الثاني في نهايه الدوري. اولا خلينا اعترف معاك ان لجنه المسابقات ظلمتكم، ان انت النهارده وصلت، وانا قلت الكلام ده الحقيقه وبشيل الحرج من عليكم، لان انا قلت لجنه مسابقات بالرجال، موسم الرجال او لجنه مسابقات نظام الرجال غير السيدات. السيدات ادت افضليه للاول والتاني، انما النهارده الرجال ما اداش افضليه للاول ولا التاني، ده بالعكس ادى افضليه للتاني اكتر من الاول. مساواك بيك بعد موسم طويل انت بتكسب كل ماتشاتك، رجعك في الاول زيك زيه وبتلعبوا، لا ومش كده بس، وبتلعبوا بيست اوف 3. يعني انا لا افهمه ان المفروض يديكوا افضليه بحيث انت تكسب ماتش واحد من الثلاثه تفوز، ماشي يبقى انت طالع بفرق نص نقطه ولا حاجه، انما هو يعني ما علينا. الماتش الثاني اخطاء تحكيميه بالجمله، طرد منا اثنين لعيبه مهمين جدا من بدايه المباراه، او في يعني خسرناهم جزء كبير من المباراه، اخطاء تحكيميه بالجمله، اهتزاز في القرارات، خسرنا المباراه. عملتوا ايه بعد الماتش؟ يعني ايه اللي حصل؟ لميتوا بعض؟ قلتوا ايه لبعض في الاتوبيس؟ افتكر لي لحظه لحظه ايه اللي حصل؟ واكيد بعد الماتش يعني برضه من الحاجات الكويسه اللي بتحصل ان بنيجي نتكلم، لما بنيجي ندخل الاوضه طبعا بنجمع مع بعض، اللي هو احنا لسه يعني ما حدش يخرج من مود الماتشات، لسه عندنا ماتش مهم جاي.
ما حدش يتنشن، ما حدش يتضايق، ما حدش يتعصب، احنا كلنا متضايقين اه، وكلنا على اخرنا، وكلنا جوانا غل. طب بعد اللبس قلته كده، كلنا جوانا غل وكلنا جوانا كل حاجه، بس خلاص يعني اللي احنا المفروض بقى ايه، نبدا نشتغل من دلوقتي على الماتش الجاي. ويعني برضو حته حضرتك اتكلمت فيها اللي هو المفروض يبقى لينا افضليه، هو كده كده الدوري خلصان اصلا من قبل البيست اوف 3 فرق 10 نقط بالظبط، ترجعني تاني ابقى زي التاني ولا هزار والله. فاحنا لما كسبنا الماتش الاول طبعا برضو ما فيش احتفالات، ما فيش اي حاجه، لان لا ما كانش في احتفال، بس احنا مستنيين بطوله يعني كده عاوزين الدرع. فلما خسرنا الماتش تاني يعني الحمد لله، برضو مش هنتكلم عن اي حد او اي حاجه، بس يعني في الاول في الاخر برضو خسرنا، خلاص خسرنا هنعمل ايه الحمد لله. بس يعني هنا بقى بنت شخصيه النادي الاهلي في واللعيبه وكل فرد في المنظمه اللي احنا كنا فيها دي، من ان هو ازاي قدر يحول كل الهجوم وكل الضغوط اللي عليه دي لان احنا نكسب بالطريقه اللي كسبنا بيها الماتش الثالث وبالشكل اللي يليق بالنادي وباللعيبه.